هلا وهبة، اجيتي بوقتك، سويت اكل كلش طيب. اي والله رح اموت من الجوع. احكي لي اولا ايش صار وياك ويا محمود؟ انا قلت له ومحمود كلش خوش ولد متفهم الموضوع. همين جاينا بهالوقت؟ دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا. حضرتك الدكتورة وهيبة؟ اي نعم تفضل. دكتورة احنا عشيرتنا من اكبر العشائر. وسمعنا عندكم صايرة قوامة ويا جماعة شغال، واحنا جايين نقول لك احنا والعشيرة بخدمتك، نقعد وياهم.